صباح افطاركم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم اليومي زابينغ رمضان. في زابينغ رمضان كل مره راح يكون معنا ان شاء الله موضوع جديد، وان شاء الله حيكونوا معنا ضيوف جداد، وضيوف كاع اللي مروا علينا هما ضيوف عزاز علينا وعزاز يعني عفوا على القناه. ولا لا لا امل مرحبا بك. الله يسلمك. واش راك دلال؟ لاباس لاباس. كيف يا جميع؟ انا صافا الحمد لله. لاباس. انت بلا ما نسقسيك بيسك علاش هضرنا في نهار بنت لي بزاف بيان، وكانت عندك الطاقه والحيويه والنشاط. ربي يديهم ربي يديهم يا رب. صح فطورك دلال، وصح فطور الحضور اللي راهم منورينا، وصح فطوركم انتم مشاهدينا الكرام اينما كنتم داخل او خارج الوطن. ونقول لكم لمتنا لمت الاحباب فيها الخير ينصاب، قعدتنا زينه نفاجوا بها الغبينه، مع ضيوف اخترناهم لكم من باقه كبيره باش يشاركونا سهره الليله اكيد مع برنامج زابينغ رمضان اللي ديما جمع العيله في قناه النهار تي في. ربي يحفظك. مقدمه واعره ما قدرتلكش انا، ما انا المقدمه هذه ما قدرتلهاش. واعره مقدمه جديده على وزن بقاله. الله يبارك. الضيوف ديالنا تفضلي يا مرحبا. نبدأ من جهتي؟ من جهتي، من الجهة اليسار، من جهة القلب. اليوم ضيوفنا عزاز بالبزاف، ضيوفنا من تمتعنا معاهم من قبل في الجيل السابق، يعني مين كنا صغار تمتعنا معاهم وما زالهم يمتعوا فينا بلال. من جهة قلبي والعزيزة عليا فنانتنا الجميلة والراقية والأنيقة واللي نقولها الحمد لله على سلامتك، الفنانة حفيظة بن ضياف. مرحبا بك وصحة فطورك. صحة فطورك أمال، صحة فطور الحضور. نشكرك أمل على هذه الاستضافة، ونشكر قناة النهار على هذا. شكرا لك انت اللي تلبيت الدعوة. عايشك ميرسي. بشفع عليك. الله يسلمك. ربي يحفظك. ربي يحفظك. شرفتينا يعني في البلاطو تاع زابينغ. ربي يخليك وليدي. والضيفة الثانية ما لقيتش كيفاش نوصفها، ونقولها كتكوتة خفتها تزعل. كي قلت كتكوتة يكونوا عارفوها، هي فنانة صاعدة وردة جميلة أنيقة وعندها صوت ما شاء الله، صوت رائع. معانا الفنانة زينب عويدات. مرحبا بك وصحة فطورك. الله يسلمك أمال، ميرسي بوكو بوغ لانفيتاسيون. صحة فطوركم. صحة فطور خويا. صحة فطوركم ضيوفنا تانيت، ومرحبا بينا عندكم. الله يسلمك. مرحبا بك. وعندنا ضيف عزيز تان قدموه بين زوج شيخنا. شرفنا بالحضور اللي توحشناه وتوحشنا الطلة تاعو. نورنا الشاشة نهار اليوم. يا ربي يحفظك. صحة رمضانك ينادى عليك. يخليكم رمضان تحاول لنا ان شاء الله. فاول مرحبا بك. شكرا بور لانفيتاسيون، وراني مسرور جدا اليوم. ست وجوه اللي ما شفتهمش في العيطة. فاني نتمنى الشفاء لخوتنا اللي راهي كانت مريضه وما عندناش خبر. الله يسلمك يعيشك. وهذا لو ديفو تاع تاع الثقافه نتاعنا، وليو نديروا ان جورنال ولا اللي قبرك لو كان ما عيطوناش انتوما هنا ما نتلاقاوش معاك. انت تنهى فنانة حمزه فاولي، توحشناك توحشنا الطله تاعك. الله يسلمك وصحه فطوركم. وما ننساوش كل الجزائريين، نقول لهم صحه رمضانكم وتصوموا بصحه ان شاء الله. ان شاء الله. وربي يخليكم. انا كي نشوف لا جونيس هكا ونشوف عايشك منورين هذه البلاد والله العظيم. انا صرت بليزير والله العظيم. شكرا. بكم بكم اللي نافونسيو، بكم اللي نخدموا، منكم اللي نتعلموا. ربي يحفظك. ربي يحفظك. من جهتي شيخ المحروسه. مساء الخير. ما قدرنا لهاش الحطة، ما قدرنا لهاش. الله يبارك ما شاء الله. انا قراي عندكم انتم شباب. الله يبارك. انت السيده الكريمه وبالضيوف الكرام نقول لكم مساء الخير. الله يسلمك. صحه رمضانكم وصحه فطوركم عزيزي المشاهد. وبالضيوف الكرام اللي حاضرين نرحبوا بهم، السيده حفيظه اللي عندي واقل اكثر من شهور ما شفتهاش، من رمضان اللي فات سي فغولي حمزه على في احد حصص اللي درناها الكتكوته. والسيد ونختم بالعباره اللي بديتي بها، العباره اللي قلتي على شكل بقاله، نقول لك فاتحه الكلام هي اسم العلام، اللي يذكرها غنام واللي نساها ما يتلام. نبدا قولي بسم الله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله. يا عظيم السطر والجاه لا تخيب ظن القاصد، وحنا ان شاء الله في هذه السهره ما نخيبوش ظنكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شيخنا اللون ما شاء الله الزي التقليدي. الله يبارك. لازم شيخ المحروسه الزي التقليدي ما عندي ما نقول. هو رجل تراث، والرجل تراث لازم يبين في الشاشه خاصه لما يكون في قاعده شراره رمضانيه انه يبين ما هو اللباس التقليدي. صح.
بما يخص يعني كل ما هو تراث كل مناطق الجزائر من الشرق غرب ومن شمال إلى جنوب. في عدة حصص راح نلبس كل مناطق الجزائر بما فيها القبائلي والشاوي والمزار، كل خطرة راح نلفوها يعني في الموعد. وهذا يشرفنا يشرفنا كثير، لأن الجزائر بالمثل الشعبي أو بالعبارة الفرنسية نحكونسيل كولتوريل، يعني فيها كما يقولوا حبي يضيف كلمة، يعني كل مناطق فيها طبوع فنون فيها لبسات فيها عادات تقاليد ثقافتها بعراقتها. صح، ربي يحفظك شيخ المحوصة. نعم تفضل تفضل. من سونان هو ها راني مع الخضر مع الخضر راني مع الخضر وداب خضراء وراك خضراء مالا بالماضي عيد ان شاء الله ربي ربي يحفظك. أمين. ان شاء الله مت ورات من اللباس التقليدي نروح ان شاء الله اخر صيحات الموضه الاناقه. الله يبارك. ريان برانسي شرفتنا بالحضور نهار اليوم. الله يبارك. مرحبا بك. الله يسلمك. شرفنا بحضور. نقول لك صحة رمضانك وصحة فطورك. صحة فطوركم. كيف الجونية الأولى؟ لاباس صافا تري بيان. ما يغلبنيش ثانية بلال دوك الناس يقولوا لي واش نقصنا ولا كيف؟ ثانية نهار الأول معليش. ربي يحفظك. ربي يحفظك. أنا فرحان بزاف اليوم اللي شتمي حمزة. صافي ديزاني ما شتوش نهار. كان عندي 18 أون، كنا ندوزو لي فاكونس كيف كيف سيدي فرج، واليوم شفتو فرحت بزاف. يعني يعتبر أب وي. الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كنا يعني رحبنا بالضيوف ديالنا اللي شرفونا الحصه ديالنا نهار اليوم. هما احبابنا وناسنا. ولا لا لا امل، ورانا فرحانين اللي لبوا الدعوه وشاركونا في اليوم الثاني من رمضان في السهره تاعنا. راح ان شاء الله مباشره للموضوع ديالنا تاع نهار اليوم. راح نشوفوا هذا التقرير ان شاء الله ونعاودوا نولوا لكم. عودنا رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وللتحقوا بنا لهذه اللحظة نقول لكم صحة فطوركم. موضوعنا لنهار اليوم هو الفرق ما بين البطولة المطلقة والبطولة الجماعية في الأعمال الدرامية. الموضوع ديالنا نهار اليوم إن شاء الله راح يشاركنا في الحوار الضيوف ديالنا هما قامات فنية. الله يبارك. الله يسلمك مدام. الموضوع ديالنا هو الدراما ما بين البطولة المطلقة والبطولة الجماعية، كيفاش راك تشوف يعني في هذا الموضوع يعني الفنانين ديالنا؟ تفضل. يعني الجيل تاع زمان صافي نبداو بالجيل ونجو نبدا بالجيل اللي سبقنا والجيل تاع اللي من بعده والجيل اللي من بعدنا. حنا الجيل اللي كان سابقنا حنا سيتي مدرسة فور نو، حنا عليهم اللي تعلمنا سي غراس ا اللي رانا دوك هنايا. الواحد يحييهم يعني ويربي يطول اللي ماتوا الله يرحمهم واللي هم عايشين ربي يطول في عمرهم ان شاء الله. ومدى بينا الجيل هذا جديد ما جو جينيرال سبا كاين يعني طاقه عندنا طاقه دي جان يعني فريمون الله يبارك ما شاء الله. وكاين شويه جو جينيرال سبا كاين عندنا وكاين في جيلكم مضام. يعني كنا نشوفوا يعني بعض البطولات المطلقة ونقدر نقول بلي هذوك الفنانين يعني أدوا الأدوار تاع البطولة المطلقة بامتياز ولا لا لا. مثلا كما شفيقة، مثلا كما أحمد، كما عجيمي، يعني كان عندهم دور تاع البطولة المطلقة. شفيقة بعد اللقاء وشفيقة هذوك يعني جميلة عرس قامة ما عنده ما يقول، إنسان ما عنده ما يقول. صح. عجيمي كيف صابونجي كان تاني مصطفى برر لنوجه لهم تحية كانوا كامل في المسلسل. كانت بهية راشدي كانوا الشفاء العاجل إن شاء الله لفنانتنا صابونجي. ربي يشفيها إن شاء الله. إن شاء الله. هذا وش نقوله. وكان إبراهيم رزوق سي سا تاني. شكون تاني؟ فؤاد زاهد. يعني كامل داو بطولة جمال بوناب. يعني مسلسل كان رائع يعني. شوفوا بلال المسرح كاين المسرح الإذاعي والمسرح الإذاعي كاع متكونين يعني مي لابليباغ سيتي تاع المسرح الإذاعي. عجيمي مسرح الإذاعي الأخرى جميلة عراس زينب عراس هادو كامل رزو كامل من المسرح الإذاعي. المسرح الإذاعي يعني تعرفي بلي مدرسة بيوسف الإذاعة الصوت ماشي صورة. وباش انت تلقى يعني سيناريو او الحكاية وباش تعبر في شعور الناس التخيل في لافيكسيون تاعهم
يعني المسرح الإذاعي واعر واعر بكثير. أنا شفت يعني حضرت لأنه لازم الصوت تاعك هو اللي تبين الحالة بلا ما المشاهد يشوفك. الحالة والحكاية والظروف ماشي سهل مش تقنع كلش عندها حتى تاخذ الأولاد. لكن السؤال اللي عندنا دوكا هل البطولة المطلقة تخطف الأنظار من الممثلين اللي يكونوا في العمل الآخر؟ يعني بالمقارنة أنه يكون البطولة تكون جماعية لما تكون البطولة مطلقة هل تخطف الأنظار على الممثلين الأخرين؟ يعني تكون تدي حيز كبير. أنا أقدر نجاوبك. كان بعض الأدوار بعض السيناريوهات وبعض الإنتاجات لازم تكون دور تاع المطلق يعني لاكتور برينسيبال لازم اللي هو يكون لو فيل كونديكتور هو كلش مبني عليه لو فيل كونديكتور لان اللي يكون يعني لاكتور اللي هو البرينسيبال يعني الدور المطلق الرئيسي اللي يكون وباش هو اللي راح يقود الشباب كي هكذاك اللي هما تعلموا على الجيل اللي قبل منهم اللي هما اللي كانت يعني باش خداو المسيره خداو المشعل بعد ما هذاك الجيل اللي قبلهم راه لانه هكذاك يتعلم ويتكون الممثل في هذه الادوار وكان اللي كيما تقول الادوار الجماعيه حاجه نقولها لكم انا وانسان ما يعرفهاش اكتوالمون لاكتور لوي ميم سي اون بات وي والموديلر شكون سي لو رياليزاتور سي فري وهذا الناس انا انا بار اكزومبل انا شخصيا كي نكون سور سان ننخلع ما درت خاطر سي بلو لو ميم بيرسوناج ماهوش لو بيرسوناج اللي طلع خاطر ونقول لك حاجه فاني لو بيرسوناج اللي يطلع سور سان ولا يتورني الا ما خافش ماهوش فنان فنان اللي ما يكونش عنده تخاك يا لو كان في الاول برك حياتك كامله شوف كاين اللي 50 سنه 60 سنه عطى مي كيطلع سيغ سان اول مره يبدا لتخاك لتخاك توجور كيكون يكذب عليك يقول لك ما عنديش لتخاك ولا صح سي فري لتخاك يكون توجور هذوك الدقائق وحنا ديفيسيل مع لي زونفون باغ اكزومبل مام سعوده وحدي دوان الله يرحمه الله يرحمه ويصالح مسؤوليه اكثر ولكن دخلوا الخوف باسكو بكري فاني بكري كان لونفون كان مشتاق وكان ان ستيمولون ليه كان لو كونكر هذاك اللي ما يقراش مليح ويقولوا له الحديقه الساحره جايه لو كان ما تقراش ما تروحش ما تسيبوه هو الاول ونشوف انا نشوف احنا هذاك الوقت 46 بونوم يخرجوا يتورنوا اليوم بثلاثة أربعة دير الحديقة ساحرة هذيك لا تكنيك طورت التقنية كل حاجة طورت سؤالي لك فدنانا بكري كانوا عندك مشاركات كثيرة منها الطاكسي المخفي كرنفال في دشرة كانت مع الفنان الكبير تاعنا عثمان عريوات مع وردية ربي يرحمها الله يرحمها هل تشوف أنه النجم تاعهم كان ساطع وطاغي يعني بالمشاركات تاعك معهم كان لي شرف انا كنت لعب وانا لعبت مع زموري الله يرحمه درنا بير بلون روج درنا شرف القبيله وكان عندي ريف انا كان عندي حلم قلت انا يا رب ربي يكملني وكنت نشوف التلفزه والسينما كيما السماء والارض قلت انا احسره بالمسلسل خاطر احنا بدينا 62 كنا نلعبوا سور لا بلاص كنا ما زدتوش نلعبوا بطل كان سيتي لا فيرتي كانت لو درابو الجيريان الاستقلال كيما بدينا دعوه لاباس حتى اليوم اللي صادفت قلت انا لو كان عندي حلم نطلب ربي عندي ثلاثه لو كان نلعب معاهم الانسبكتور طه الله يرحمه الله رويشد أبو بكر الله يرحمهم الله يرحمهم في ثلاثة الله ربي جاب التي كانت مادة محلولة الفوق ربي اسمعني استاجب به بديت مع الانسبكتور طهر ماركان بيوت حاج عبد الرحمن دير دو فيلم مع رويشن لو كونسيرج وحسن نية وعايدة شويطر مع أبو بكر الله يبارك
هذا هو الهدف تاعي. حمزة فغول عندي ما نقول يعني حمزة فغول ومدام فضيلة يعني كنتوا انتم شاركتوا في يعني اعمال مشتركة كنتوا شاركتوا تقدروا تحكوا لنا التفاصيل تقدروا تحكوا لنا الكواليس واش كاين داخل حفيظة راهي تضحك هي تشوف فيا ماهوش على المشاركة تاعنا لا 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 هو المشاركة تاعكم كيفاش قدروا تحكوا لنا يعني كانوا شاركوا في العمل تاع الخضر بوخرس كان عندي لعبت زوجتي عطنا الكواليس نحبوا حنا نحبوا الكواليس الداخل واش كاين الداخل واش كاين لانه الظاهر شفناه سيناو كان عطونا حاجه طريفه نكته لا نترافاي افيك عندنا اون نترافاي وعندنا حدود احنا يا بيا كمام ريسبي الحمد لله انا بيرسونالمون دايور نقول لكم حاجه هذا ستانسوك اللي قلت لكم علاه انا نبغي لافام الجزائريين خاطر مرتي جزائريه امها جزائريه بناتي جزائريات ونبغي المراه الجزائريه نبغيها تكون هي اغلى من نساء كل العالم الله يبارك ان شاء الله هذه هي احنا كنا نديفوندو لافام المراه هذه امال تحيه لكل مراه جزائريه من عند الفنان الكبير حمزه فاول المراه الجزائريه وموصوله المراه الجزائريه كنا نحافظوا عليها وكان له ريسبي بيناتنا الحمد لله كان خواتاتنا ولازم والمراه اللي فابل دروك راهي فاتت الراجل اني نقول لهم اليوم واليوم انا نشكركم اللي عرضتوني وجبتوها معايا نشتها اليوم انا في بالك سبع سنين هكذا 8 ما تشوفناش هكذا هذا هو الهدف صح بارك الله فيك نشكركم بزاف زينب عبيدات ورحتي نسمع الكبار الله يبارك يعني في سياق الكلام ديالك على بالي باللي عندك يعني بعض الاعمال شفتيهم تاع الفنانين ديالنا الكبار بيان سور واش يعني عالق في الذاكره ديالك من الاعمال ديالهم حاجه شفتيها بون الاستاذه بيان سور شفتها في البدره اه الله يبارك ما كاش لي ما تفرجتش البدره هذاك العام شكون اللي لعبت بنتي اموله اليوم استضافتني كانت بنتي اللي جا في الكواليس كنا نهضروا كتقول لي اما كتقول لي عاد جايه يما واول عمل ليا كنت نلعب البنت تاعها اول عمل تاعي يعني الحق ادت الدور تاعها كمان هاوي قلت لك والاستاذ بيان سور شفتو في بودو وشفتو بزاف اعمال مام سعوده ايوه مام سعوده ما كانش اللي ما يعرفهاش الله يبارك روح ماشي ما كانش اللي ما يعرفوش من كثر اللي يحبوه حتى رئيس الجمهوريه الراحل هواري بومدين وكان يتفرج عليه وفي احد احكيها لهم هو شراني مشكل انا كان عندي مشكل الاولاد كانوا مغبنا اشاك فوا يعيطوا لهم ولاد مام سعوده وصار لي مشكل نحكي لكم حكايه كان واحد من العائله كما قال لك الفرنساوي ما باني دا فامي قال لهم خروه كاع ما علاه باسكو راه يلعب بمراه وطيح بينا وكذا واحد النهار نسيبو يدير هكا قلت له مالك فلان قال لي محمد راه مريض ولازم له بريزون شارج رحت وعاودت رجعت قلت له روح نوريك مام سعوده اش تعرف دير ديتو شي دي ميدسان كان شويه لا بريزون شارج ساهله جبت له بريزون شارج ليه وجبت له الودو وصلتو للطياره راح قعد شهر رجع 70 فاليزه فوتو في بي ما فتشوه ما والو كنا خارجين قال لي اسمح لي حمزه با نقول لك حاجه برك تفضل قال لي اسمح لي قلت له علاه قال لي خاصك خطر خيرين نلعب معك شاف الواسماناج هذاك وقال لنا هي وصلنا تمرست ما نطيقوش نروحوا بالكار رحنا بالكاميرا والله نسيت هذاك الرياليزاتور الله يرحمه مسكين مات درنا الحديقه الساحره كي كملنا خرجوا ذراري قالوا بريزيدون راه هنا بريزيدون شكون قال لك بومدين الله يرحمه ويرحم محمد لبسنا وجينا خارجين حتى قال لهم الدراري راهم لابسين مليح ما جاش اوفيسيالمون جا غير دو باساج كي جا قال مالهم الدراري لابسين مليح وقال له الحديقه ساحره
ها قالوا لي دوك كورة ما نجيبو. رحت جاو قالوا لنا روحوا البريزيدون ربي يشوفكم. قنا برا صافا صافا قلنا كل راه يلعب مرة. قلت له انا سيد الرئيس قال لي باين انت على اللهجه من الغرب الجزائر. قلت له نعم. انا قال لي منين بالروكار تاعو هذاك خفت وليت انا تلفت تيرت. قلت له انا هيبه انا واحد قال له واحد قال له من تيرت. قلت له واه تيرت كان عنده الهيبه. قال لي كاش مشاكل. قلت له ودي سيد الرئيس انا ما بنبطل. قلت له ودي راهم ولادي يعيروهم راحوا للمراه نتاعي قالوا لها فاني راه يلعب مراه روحي لداركم وكذا وكذا. قال لي نقول لك حاجه اشرف دور راك ديره انت. سما ريسورسي والله عطاتني واحد الفرصه زدت مام سعوده مسعود ومسعوده والله العظيم والحمد لله. انا نتفخر بهذا الرول اللي درته وعطيت للجزائر وعطيت لولادنا وربينا اجيال الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. وبهذه المناسبه حبينا نترحموا كي نقولوا للفنان حمزه فاولي فاول ما نقدرش ما نترحموش على الراحل حديدوان ربي يرحمه اللي تن اللي تن في المسرح الوطني كانوا داروا مسرحيه للاطفال وداروا له التكريم في التكريم داروا له التكريم ونترحموا على كامل الفنانين اللي غادرونا منهم ريم غزالي اللي نترحموا عليها وندعو لها بالرحمه في هذه الايام المباركه ربي يرحمه ان شاء الله. والفنانه تاعنا تان فتيحه نسرين فتيحه نسرين الله يرحمها مسكينه في هذا الشهر المبارك نتمنى الرحمه لجميع موتانا وجميع موتى المسلمين. ننتقل مباشره ريان برازي خبير الازياء ولا هو يشوف كيشوف يدبيش وما عندي كريتيك بلال. انا حبيت لا حبيت حاجه واحده اخرى حبيت نقول له واش رايك اليوم تعطينا رايك في الزيت تاعي انا والزيت تاع زينب بالنسبه لشهر رمضان. حبيت نسمع الراي تاعو لاني اول مره نتلاقى به حبيت نسمع الراي. ايوا لا توني تراديسيون اوغاناز يعني كاين بزاف ناس ما عرفوهمش منين جات. دونك لا روب اوغاناز نورمالمون سي اون كوبي دو لا روب دو لا فام دو نابوليون sur le décolleté ou l'épaule ou l'effet l'ouahrania il y a jet mitlimsan exactement ou les couturiers tlimsania haftoh al ouahran ou les femmes riches d'Oran ils ont apprivoisé la robe ou bien ils se voilà la robe elle est magnifique ou jet avec l'aïberg اختنا الاخرى راهي لابسه ريان ما تشكرش بزاف ايوا دوكا الصباح انا نقول ريان راه ولا هنا شويه خديت البال اكثر فيسك ريان ولا هنا ابورت اون ان كارتون يعني كما نعرفوا لو كارتون اللي ماغريبان ني ماروكان ني الجيريان اللي ماغريبان توتاليتي وتاعها مليح ولا كولور ميم لا كولور ولمت هايد الله يبارك فيك قولوا ربي باقي يستر ربي باقي يستر. انا تم كنت شفت الليفال مولي داروا الاخر كنت نشوف سو انستغرام كنت نكوبي شويه انا ما حضرتش بصح كنت حاضره هكا في الليل كنت نشوف في المواقع باش نتجسس وباش نكون تان على اطلاع على الموضه يعني سرقت من عنده كان غياب تاع عام ونص ما كانش ايفينمون ما كانش مود الحمد لله غير فتحوا درنا فاشن داي دزاير وكيما العاده دونك توجور على اوتور نيميرو 1 في لا فاشن داي الحمد لله نتمنى كاش نهار راني نلبس لك ان شاء الله هذا بليزير حتى التصميم شيخ محروسه حتى التصميم على بالك التصميم هو يعني تاريخ فن لان الفن مرتبط بالثقافه مرتبط بالتاريخ لما قال لك الجبوه عطى لك تاريخها حتى القفطان اللي قال لك هو يشمل كاع شمال افريقيا يعني لان هو الاصل تاعو يعود الى العهد الفارسي في كانوا الرجال اون بيرس يلبسوه كان الراجل يلبس القفطان وما كانش بهذا لاكولور في الايران في الايران اون بيرس يعني الفرس عادي من الفرس وما ادراك في هذاك الوقت تاريخ كبير وتنقل عبر التجار وعبر يعني كل الرحلات الى شمال افريقيا وتتبدل يعني شيخنا يعني كرك هو في الاصل لباس رجالي هكذا لا لا كاريكو لا كاريكو النساء القفطان هو هذا القفطان عطاك الكاريكو سي النساء وفي ظهر في القرن 18 في العهد العثماني يعني هو تيبيكمون الجيروا هو والقويه تاع الكليه الكاريكو نقاطعك الكاريكو كان من الاول كان غليله الغليله من العهد العثماني ابخي كي دخلت فرنسا نسى طوروا فيه ورجعوه اون فيست كاريكو
داروا لي مونشات ولا كراكوي هو كان يتلبس كان يتلبس قصير وكان يتلبس جيلي. بلادنا غنية بتوارثها بتقاليدها بلباسها بناسها ما عندنا ما نقولوا لازم كل شيء يدون هاو صح شيخنا ما تخليناش من بعد وحنا حبينا عندنا سؤال حبينا نطرحوه عليك يلا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عيشك أعطينا وخلي المشاهد يسمع أنه شيخ المحروستان كانوا عنده مشاركات في الدراما في الدراما تانية في التلفزيون في التلفزيون دراما تلفزيونية تلفزيونية هل كانوا عندي ولا شاركت شاركت, شاركت. ما شاركتش في الحقيقة في الدراما في التلفزيون واش كان عندك؟ عرضوا عليا عرضوا علي أما المساحة أنا شفت روحي كراجل تراث رجل تاع التاريخ فضلت نقول المهمة تاعي كان قد كراجل تراث كان واحد شخصية بارزة اللي سميت عليه جماعة الجزائر أو جماعة اللغات اللي هنا كان مختص في اللغات مؤرخ ومؤلف وكاتب أبو قاسم يعني سعد الله معروف يعني عميد المؤرخين كانوا عرضوا عليه عدة مناصب على المستوى يعني أعلى مستوى في اليوم ورفض لأنه قال لهم أنا راجل تاريخ وراجل تراث وراجل كتاب يعني نبقى في الأدب حبيت تحافظ اسمح لي برك حبيت تحافظ على شيخ المحروسة الباحث في التراث فقط هكذا على كل حال أنا نشوف بالك فلربما صح كان في تلفزيون في هذا شهر رمضان لعبت باش يعرفوا شيخ المحروسة في الجانب الفكاهي كان أعمال يعني شاركت فيها وفي أعمال فكاهي بصح ما نشوفش روحي يعني كممثل يعني مختص بالك فلربما أنا عاونت بزاف وخدمت في إطار تاع السيناريوهات السيناريو في الجانب التاريخي خاصة في أفلام الأبطاء والأفلام الطورة يعني أنا في هذا هو الاختصاص تاعي في الحقيقة لأن تعرفي بلي الأفلام الدرامية ولا الأفلام ما عندهاش حساسية من الأفلام الطورية والأفلام التاريخية عندها حساسية اللي تقدر يعني تقيس مساس دولة أو أمور ولهذا تكون فيها لجنة لجنة مختصة مخصصين من المؤرخين والباحثين وأنا كان لي شرف وإن كنت في عدة يعني أعمال هكذا في سياق الكلام ديالك يعني كانوا يتصلوا بك منتجين ولا سيناريست ويعني سقساوك على الامور تاع التراث كان بزاف يعني لما جا كان بزاف كان وين حتى وين كان امور اللي رفضتهم زعما اللي شفت زعما السيناريو في الجانب التاريخي ماشي في الجانب الديالوغ في الحوار ولا في الجانب التاريخي كان وين شفت دي دات يعني كي سون فوس يعني ماهوش في المكان موقع ولا الشخصيه اللي كانت حاضره ولا اتفاقيه وين كنت عطيت نصايح وكان في البعض حتى ما خداوش النصايح اللي خليتهم في العمل تاعهم ومن بعد ذلك ظهروا ابني خطا يعني لما دار الانتاج تاعو كان فيه يعني ديكريتيك انت تقوم بدورك انك تصحح انك تمد الحقائق انك تمد الصح نشوف كاين شوف كاين لو برودكتور المنتج وكاين لو رياليزاتور رياليزاتور ما هو الشرط هو في الجانب التقني صح. يعني لو بروفيل كذا في التصوير كلش ولو برودكتور ما هو الشرط انه يعرف حقبه تاريخيه من حقب تاريخ في هذاك الفيلم يعني كل واحد والتخصص تاعو كل واحد والتخصص نقول لك فلربما نحكي لك قصة يعني صارت على كل حال وين كان بعض ال كيفاش يقولوا دي برودكسيون حبست غير على جال هاد الأمور لأن كانت في غلطات تاريخية تاريخية كبيرة وهذا شيء مهم ومهم جدا أما كي تعود في الدراما ولا في الفيكسيون في أمور عبروا في كل فيلم في الوسط كاين لافيكسيون ما تقدرش يكون لأن باريزوم تتكلم على مؤسس الدوله الحديثه الامير عبد القادر راح تكلم على لي غون تري ما تصحش تقدرش تكلم على الديالوغ كيش كان يقصر مع الجيوش تاعو هذا سي لا فيكسيون تقدر تبدع فيه امور بصح فيما يخص الجانب التاريخي والتوثيق وكلش هذا يعني كما يقول حاجه مقدسه بارك الله فيك شيخنا نروحوا لضيوفنا هما حتى لازم نسقسوهم وكيفاش نسقسوهم واش راهم بعد الفطور وشنو الاعمال اللي راكم تتبعوا فيها وشنو اسكو لانه الشبكه هذا العام راهي غنيه وغنيه بزاف لي سيتكوم راهي انتاج راهم ما شاء الله هذا عشان يعني راهم تفضلي تفضلي ماشي جديد كامل صح انا عندي اللي نتبع فيها وشنوها يما يما يعني مسلسل يعني كانت كبيرة وش رأيك فيه؟ يما كينا يما وش رأيك فيه؟ لا يعني مسلسل خدا صدى يعني كبير العام اللي فات لا دوك مازال ما بانش مازال ما بانش الحلقة يعني تاع اليوم راهي راحت مازال ما تعطيناش الرأي تاعك مازال الحلقة الثالثة راحت الرابعة اليوم
صح صافا حقيقه يبدا بيسك علاش كان كاين العام اللي فات الجزء الاول تاعو يعني في الجزء الثاني مازال مازال باش نحكم الريت ما نقدروش ما نقدروش يعني احنا نقولوا على على عمل ولا نمدوا يعني عليه تعليق من اليوم الثالث يعطيك الصحه اون بو با جوجي لو بروميير جور ولا دوزيام هما بالعقل بشويه إيه هي صح هي في الاسبوع الاول اللي تبدا تبان صح بصح بما انه كان عنده الجزء الاول تاعو يعني هذا الجزء الثاني قلنا بالك يكون عندك راي بصح معليش خلي نزيدو مع الايام يبان حاول يوم راحت لي الحلقه باش راحت الحلقه خلاص راك جاي بزاف حلقات يوتيوب 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 مباشره راح يديرك تما نروحوا لزينب على بالك امل تلمو الشبكه البرامجيه راهي الله يبارك خيرات تلفت لنا واش نشوفوا صح ما تقدريش تبعي كلش انت شخصيا زينب واش تحبي تشوفي ولا واش حبيتي تشوفي بون ابري الفطور جوست كاين هكا شويه دي كاميرا كاشي رانا نشوفوهم شفت ليام عجبني شباب مسلسل تاع ليام تعليق صغير عليه واش رايك عجبني باسكو عجبوني لي بيرسوناج اللي راهم فيه كنزة مرسلي ابدعوا بالفاسون مليونير المليونير شفتو سي شفت الحلقه الاولى شفنا سارة العلامة في لا كوميدي هذه الخطرة ما الفان نشوفوها دائما في الدراما يعني سارة العلامة فنانة قديرة بيونا نبيل عسلي كيف شفتيهم يعني في الكوميديا نبيل عسلي وين تحطو ويدوني فنان شامل بيان سور وسارة العلامة كيف شفتيها ولا غير عجبتني في الكوميدي يعني ما بين الدراما وال نشوفها زعما في لا كوميدي ما انت مشاعر يعني راهو هايل تاع المسلسل مشاعر صح. عجبتني بيرسونيلمون عجبتني وربي يوفق شيخنا حمزه فغولي انا نبغي الكوميك نازل لي هذا مليح ولكن اليوم ما تلاقيت حتى تما هذا في السطروج وراني راني اوكيبي وشدت غير لي كاميرا كاشي عجبوني وراني ابلي اشاك فوا يعيطوا لنا بور اون ايميسيون اون با ما عندناش الوقت باش نشوفوها والله العظيم انظرنا انا جو في كونفيونس كيما قال لا تلفزيون الجزائريان و توسكي سباسي الجزائريان يا خويا شو فيير نبغي الجزائر نبغي كيما قال لي واحد السيد لاموش هذيك اللي راهي الدور جزائريه نبغيها الور على كل حال كل المسلسلات اللي يكونوا انتاج ليعالجوا قضايا اجتماعيه ناجحه لان المواطن الجزائري يشوف روحه فيهم إيه؟ وهذا هو اللي يطلب عندنا الفكاهه هي بعد ما الانسان يحب صح بعد ما يكسر الفطور يحب حاجه تاع ضحك ولا تاع كاميرا بصح بعد ما يتقاعد لان احنا بعد ما المراه يعني كل عائله تتلم على يحب يشوف حاجه تاع دراما هذا هو صح الجمهور الجزائري تصيب يتلم غير في رمضان يشوف يستناو رمضان بفارغ الصبر صار عندك جلابيه صار عندك جلابيه تخدم غير رمضان جلابيه وراه عندك ولا تاع العام نتمنوا ان شاء الله حمزه الفغول يعني من هذا المنبر ان شاء الله نتمنوا يكون كاين انتاج ان شاء الله ماشي غير في رمضان نشوفوا الفنانين ان شاء الله على طول العام كما ولا هذه الحاجه ماذا بينا اخويا هذا هو الشيء المهم صح نشوفوا دائما هكا مسلسلات كما الانتاجات اللي كاين في مصر في المغرب تنظم غير في رمضان يديروا مسلسلات ويكثروا المسلسلات يعني الانسان ما يلقاش واش يشوف صح ما يلقاش واش يشوفوا حتى الممثلين يبقاو يجريوا من برودكسيون يعني كاين هذاك التنافس ما بين الاعمال الرمضانيه لانه كاين انتاج غزير يعني يقدروا يخدموا توتلاني يعني وين يكون لك الحظ يكون لك الحظ باريزومبل كيكون سمح لي كلام هو الكبير قطعتك بلاصه ان شاء الله باريزومبل كيكون توتلاني كون زعما كيما كاين دوكا واحد الخمس مسلسلات اللي شابين دراميين ولا كل واحد في المجال كون زعما جا واحد في مواد مارس اللي تقدر تشوف وتتبع في مارس راح تكون عندك كان كل واحد يدي حقه شكون محروس كيما زمان كانوا هكذا يعني العام كاين مسلسل ناس تبعوه يخلص مسلسل يدير روحته اخر هاد لي زاني يعني المسلسلات كثروا ما تلقاش واش تشوف يعني تبحر ودوك ثاني كاين حاجه تشوف تزابي لي شان كامل تصيب لي ميم بيرسون لي ميم بيرسون دوك تقعد تقول واش راني نتبع انت تغيب لك واش راك تدير واش راك تبحر يا اسكو راك في هذا المسلسل ولا هذا المسلسل سيبهم في المسلسل هذا في المسلسل هذا في المسلسل هذا تصيبي في الاشهار في كلش في كلش تغيب لك واش راك تشوف تعود تقول واش من المسلسل حتى تحسيهم شغل دي كلون شغل يخدموا غير هما فيهم يجيبوا تبعناهم ولا العالم صح حتى لو تيتر ساعات تنساه
لانك في قناه هذه لا واش من مسلسل راني نقول راني شوفه. كاينه نقطه مهمه هضرتها زينب دوكا قالت لك كاين لي كلون، يعني على هاد الكلمه تاع زينب هل صحيح في المجال الفني كاين لي كلون؟ ايفيكتيفمون وي وي في دون غير في السينما لا في الماكينه في كلش في كل مجال ما نهدرش خير كيما الفنان طلب حاجه برك تفضل الله يهدينا امين امين ان شاء الله. وش ودري كل السينما الجزائريه سوا ريبارتي كيما قلتوا دي سبيكتاكل ان بو بارتو انفان دي 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 فيلم ولا وقبيله هدرتوا على كي قلتي اللبسانتيه واللبسات انتم راكم كي الوردات في الوسط الله يبارك ربي يحفظك. لا سي فورميدابل سكو فو بورتي هنايا سي 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 لونور والله العظيم نحن 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 عدنا في الترند الأول في المرتبة الأولى عاشور العاشر الموسم الثالث اللي حقق الترند. كان في المرتبة الثانية الدقيوس ومقيوس اللي يعرض على قناة النهار. في المرتبة الثالثة عندنا مسلسل ليام اللي راه في المرتبة الثالثة. الحلقة الأولى من مسلسل ليام راهو في المرتبة الرابعة من الترند. وشوفوا كذلك الحلقة الأولى من مسلسل طيموشا اللي يعرض على التلفزيون العمومي وعلى ذكر مسلسل عاشور العاشر اليوم كنا شفنا أول ظهور العاشور العاشر جديد بلوجه جديد الفنان الكبير حكيم زلوم اللي كانت الإطلالة الأولى ديالو في عاشور العاشر. وش رايكم؟ أنا ضيوفنا ما شفتوش أنا اليوم بثت الحلقة الأولى اليوم كانت أول ظهور الظهور هاي الصورة كان ظهور الأول الفنان حكيم زلوم اللي بلغوا له إسلام قولوا له صحة رمضانك. وكان فين كان كاين جدل كبير خاصة أنه حكيم زلوم هو اللي كان في بلاص يعني الفنان الكبير كذلك صالح عبرود اللي المواطن الجزائري ولا نقدر نقولوا كاع اللي يتبعوا سلسلة تاع عاشور العاشر والفوا صالح عبرود تعلقوا به فنان حمزة مفغول. وش رايك انه فنان يدي مكان فنان اخر في سلسله حقت النجاح يعني كان تم تعويض الفنان صالح اوغروت صعيب شيء صعيب باش فنان وباهي والفو دروك هما مالفين يشوفوا صالح اوغروت وكمان صالح الى دوني سي ان غروند ارتيست انا جنب بوكو ونبغيه ونبغي الليمور تاعو هذاك السيد هذا ما نعرفوش الفنان حكيم زلوم ابن الفنان حكيم سمع به ولكن ما تلفتش عليا ما لعبتش معاه مي مع باباه انا نعرفو عمر الله يرحمه نتمنى له ان شاء الله النجاح ان شاء الله نخدمنا مع باباه بزاف ولكن يليق انه لولاف يفو انه لولاف حنا دوك انسان فنان كيما حنا باغي نخلدو لا لازم ديجا لازم انا كي نشوف شابه كيما هكا راهي طالعه وراهي نتمنوا لها النجاح ان شاء الله ونتمنى لهاد لي جون هادو يخدموا مليح ويواسوا والحمد لله في اعمالهم. فنان تفضلي واش تعليقك يعني على هذا الموضوع؟ هي قالت لك مازال ما شفتش الحلقه تاع اليوم يعني ما تقدمش قبيله اون بو با جوجي الحاجه حتى توالفها مازال كما قلت اليوم الحلقه الاولى انا ما شفناهاش هي فو كونتي ا بارتير دو 5يم الاخر 5يم ايبيزود لا سيزون السمانه الاولى تاع رمضان باش يبداو يبان وما نقدروش يعني ك اون بو با جوجي ما نقدروش لكن ما خرجوش فيا ما نقدروش. وزينب تبعتي عاشور بون اليوم شفتو اليوم شفتيه عيا بيا عطينا رايك كيفاش كانت
رد الفعل ديالك شتي الفنان حكيم زلوم؟ انا حكيم زلوم نحبه باسكو يعني شايفاتو ديجا فنان كبير. هذا الشيء حنا يعني ما حاش نقلوا يعني من قيمه الفنان. فنان حكيم زلوم فنان كبير ونحبوه بزاف ونوجه له السلام. تفضل حيوه من هذا المنبر. قلت لك حكيم زلوم كنا شفناه في الجمعيه فاميلي، شفناه في بوزيداي، اكيد هو يمثل مليح ونعرفوه كامل. سي كولومبو فوالا بصح. واش لازم يعني انا كمشاهده، ماشي انا خاطيني لما نقيده كمشاهده فوالا كمشاهده ما لازمش يكون حكيم اوغلوت، لازم يكون حكيم زلوم باش نقدروا شغل نحبوه ونتوالفوا معاه ويوصلنا هذاك. صافي هذا دوز فنانين يتشابهوا يعني ما كاش بزاف ديفيرونس ما بين الشكل ثقافة تحبرك. واحد كان سمين وصالح رقيق يعني انا راني نشوفهم طول. شفت الحلقه تاعنا اليوم؟ ما شفتهاش الحلقه. شفت كلكو فوتو كلكو اكستري شفتهم؟ لا راني نهضر على لوجو. انا نهضر على لوجو تاع هي قصدها زينب. لو كان حكيم زلوم لعب حكيم زلوم يعني ما لعبش الشخصيه صالح اوغروت باسكو سي ديفيسيل انه يدي بلاصه واحد ما يقدر يتقمص شخصيه الاخر. كل واحد يلاه تيمشي نوتي لي دوان بالضبط. كل واحد يلاه سونسي ما تسيبش ماما مسعوده واحده اخرى سي سور، ولكن يقلد ما يوصلش. ما يوصلش انا جودري كرارتيس يلعب بالرول تاعو هو نورمال. هذا هو حمزه فغول. نعم حمزه فغول اسمح لي برك ضيفنا العزيز نشوفوا بعض اللقطات. تفضل. سابيا مارشي قال لي تري بيان، قال لهم انا في كونفيونس كامل رامو ولادنا وإنسان كيخدم بالتوفيق إن شاء الله. نتمنى لهم النجاح إن شاء الله. إن شاء الله نطلب ربي الخير. وأنا نقول لهم سمحوا لي هذا الوباء، أنا نقول لهم الشهر هذا يروح إن شاء الله بربي إن شاء الله. إن شاء الله الناس قاعدة تصلي، الناس قاعدة تصدق، الناس راهي تخاف ربي القرآن. انا نقول ان شاء الله ما كاش اودي راني ونعاود نزيد ونقولها ونزيد ونزيد ونزيد. هذه البلاد فيها التصوالح، فيها الخير، فيها ناس الخير، وتبقى ديما بخير الحمد لله والله العظيم. الحمد لله الحمد لله. انا حبيت نخرج شويه من على التمثيل وعلى عاشور والمسلسلات. حبيت حبت الدينا عند زينب عند زينب بصح بعد البرومو ان شاء الله راح نشوفوا البرومو ان شاء الله. نعاودوا نولي لكم مشاهدينا الكرام. بديت وعندي صليت وعليكم يا العاصميات يا الساجيات نويت هذه البقاله اعقدوا ونموا معايا يا البنات. العقل يفكر فيك والقلب متعلق بيك، تمنيت وحبيت ندير معاك البيت وان شاء الله غير انت اللي نديك وطول حياتي نتهلا فيك ان شاء الله فيك ان شاء الله. حكمة اليوم تقول ما تخافش من عدوك، خاف من اللي قالوا يحبوك ولو كان يلقاو فيك الضربة ما يرحموك. نسيكم بخير صحة لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام وزيد نقول لكم اللي تحقوا بنا هذه اللحظه صحه فطوركم ومرحبا بكم معنا في هذه السهره. كما قلت لك بلال المقبل حبيت نديكم عند زينب. قبل ما نقولها غني وقبل ما نقولها حتى حاجه حبيت نسالها واحد السؤال. زينب شفناها اول مره في الحان وشباب، ومن بعد زدنا شفناها في صوت تشالنج اللي زادوا الجمهور تعرفوا عليها وحبوها اكثر، واللي عرفوها في اغنيه الأغنية عن الأب اللي اشتهرت بها وكي نقولوا زينب عويدات نقولوا الأغنية اللي تغني على الأب. لكن عندي أنا السؤال زينب، كي وصلت للنهائي زينب كان الكادو تاعها الجائزة تاعها أنها تكون عندها ديو مع الشاب خالد. بصح زينب ما شفناش هالديو مع أنه زينب عندها شحال من اللي كانت زينب بغيت تضحك يا دراش موجودة على ريفونس ما كاش
فينالمون بون كي كنا في ليميسيون لحقت لا فينال اي تو جايو دوزيام بري ديت مرتبه ثانيه في المسابقه. قال لك لا برودكسيون قالت باللي فوالا زينب حنا نهدوك كادو خلي يقوله لك شاب خالد يعني بهذه العباره باش بلا ما نزيد بلا ما ننقص. قال لك زينب فوالا عندك كادو من عندنا خلي يقوله لك شاب خالد. كان تما شاب خالد حاضر. قال باللي كي تعملوا لها الالبوم كي ديروا لها الالبوم حسب على لا برودكسيون انا راح نكون حاضر ونعمل مع الاخت معناتها راح يكون ديو في الالبوم اللي هما زعما سواديزون عطاوه لي مي سواديزون الالبوم ديالك يعني هكا فوالا اللي هما اللي قلت لك هما البرودكسيون تاعهم اها راح يشاركك شاب خالد هذا باش نوضحوا ان شاء الله للجمهور فوالا تفضلي. دونك الى حد الان ما كاين الالبوم نو ماشي على الكوفيد ولا حاجه دوبي 2019 شحال عنده 2019 2020 2021 كنت عاودتي تواصلتي معاهم عاودت تواصلت معاهم واش كانت يعني الاجابه ديالهم واش كان الرد ديالهم قال لك ماشي حنا اللي وعدناك صح يعني رد شغل رد صادم انا يحبط لي المعنويات ليا وشغل انا ما هدرتش كامل على هذا السوجي زعما غلقته قلت خلاص معليش مي كومام شغل تقعد هذيك صح كي تهضري عندك في لاموزيو يعني فوالا شغل حاجه لانه الصوت تاعها هي كي وصلت للنهائي كان الصوت تاعها والصوت اللي دا المرتبه الاولى وكيف كيف نفس المرتبه كانوا متقاربين ولهذا الشاب خالد اعطاها الكادو ان شاء الله في كل خطوه مازال جون بيان سور على بركه طريق الدنيا قدامك شغل باش تهدر وما توفيش هذه الحاجه معليش حنا حنا نكسروا هاد الحصره وهذا كل شيء داونا حنا للحاسي حنا والفناها ورجعنا عطشانين هكا صارت لي زينب واش تسمعينا اليوم تفضلي تفضلي هادي لك امانه ما تغيرش بلال بلال ما تغيرش ما تغيرش هذه لك امل ما فهمتش ماليش بالو مالي نخرجوا احنا لا خلوني نتمتع يا سي خلوها تتمتع وقتي تمتعي تمتعي ما خايتك تفضلي شوف شوف لداك الزين يمشي غرب الخطوة يسحر فينا بالعين مرضي زادت قوة شوف شوف أنا لداك الزين يمشي غرب الخطوة يسحرنا بالعين مرضي زادت قوة تبارك الله على ماليها في البنت اللي ربيتوها شكون اللي ما أعينوا فيها زينها فات الزين شوف شوف لداك الزين مرضي زادت قوة شوف لداك الزين الله الله عليك أمان حسين صنعوا لها زينب نعم سؤال واحد اخر اعطينا الراي تاعك يعني احنا والفنا نشوفوا زينب في اغاني تاوحة لكن هذه المره شفنا زينب في اغنيه جينيريك احكي لنا على هالتجربه عاوي لازم والله غير تجربه بون تجربه هايله انا بالنسبه لي اسم العمل كان هاشتاغ زوجني زوجني او يجوز عندكم هنا في قناه النهار دونك جات قصره ولعبه زعما كنا خدامين في استوديو انا وياسين تيغر باسكو رانا نوجدوا في فيديو ان شاء الله صباح العيد ان شاء الله راح علي من يهضر ديو هذا اغنيه عن الام ان شاء الله ان شاء الله دونك كنا في استوديو نسجلوا حتى ياسين صعيط له صاحبه قال لك كاين جينيريك قال لي واش رايك نديروه ديو قلت له يلا ايبا درناه تاع شباب يعني هذا العام شفنا عديد من الفنانين اللي شاركوا اللي اداوا لي جينيريك كانت كل واحد وكيفاش خلى البصمه تاعو كاين اللي زادت له الشهره عبد الله الكرد على غرار كانت ندى الريحان ندى الريحان نوجه لهم ان شاء الله نوجه لهم السلام ونصحهم معكم وان شاء الله يكونوا ضيوف عندنا هنا ان شاء الله ما لا علاش لا ماشي معنا مع امينه قرباج وهدى ان شاء الله حتى الاغنيه تلعب دور كبير في الجينيريك لانها
اترافير صوت يعني باداء راح يعني تتاثر بامور اللي بالك تكون اغنيه عاطفيه لان فيلم درامي عاطفي ولا يكون فيه امور اللي كذا هذيك الاغنيه اللي تكون مرتبطه اللي حتخليك في ذكريات تاعك من صغرك كي تكبر لما راح تسمعها راك تفكر شبابك او قصه في حياتك او مرحله من حياتك ولهذا الاغنيه في جينيك ما يعني مهمه تلعب دور كبير شيخنا روحوا ان شاء الله الفقره ديالك يلا يا رسول الله عليه خلينا نستفادوا خلينا نتعلموا الله يبارك بسم الله ما نقولوا اسمع وتمتع هاك الزمان سافر بين البعيد وتشبع ان شاء الله يلا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد ما كنا تطرقنا البارح الى كل ما هو ثقافة للمقاهي لرقات المجتمع الجزائري هاليوم نروحوا إلى منطقة عريقة وعريقة جدا اللي نبدأوها بالعبارة الشعبية اللي تقول باش تعرفوا هذه المدينة اللي يقولوا وهرن الباهية وتزاير الغالية تلمسان العالية لين ونهارك زاهية على كل حال حقيقة مدينة العلماء والأولياء الصالحين سيدي الحسن هو الوالي اللي مدفون في الجامع الكبير بتلمسان وسيدي بومدين الغوطي هو من سيفيل ماشي من مدينة ومدفون بتلمسان للا ستي وكذلك مدينة الفنانين بما فيها شيخ بنصاري شاعر بن سايب الغفور الكوفي شاب أنور نريم حقيقي ليلى برسالي قارة تركي غيره من الفنانين كبار يعني القائمة طويلة كل هذا راح يقودنا إلى سهرات اللي كانت زمان يعني تعطى ولا تكون في شهر رمضان في أحد القصور بقصور مدينة تلمسان ترى ما هو هذا القصر ولماذا يحمل هذه التسمية هذا القصر اللي هو القلعة أو قلعة نشوفوا الصورة اللي هو المشور المشور قصر المشور لما راح تسمع المشور تسمع المشاورة أن الاسم تاعو أخذ يعني هو تم بناؤه في العصر بما يسمى العصور الوسطى قرن 12-13 سمي بنظرا كانت فيه قاعة للجلسة للملك أو السلطان مع الوزراء يتشاور المشاورة وأخذ هذا الاسم هذا القصر الذي موجود ب موقع استراتيجي بتلمسان بقلب المدينة قرب دار الثقافة على كل حال وهذا القصر الذي يعني تم بناؤه البعض يقول في 1145 والبعض يقول في 1248 يعني في نفس الفترة أو في نفس الزمن وتم بناؤه في العهد المرابطين أو يوسف بن تشفين وهذا يوسف بن تشفين اللي كان في هذا المنطقة اللي هي منطقة تلمسان اللي هي منطقة مملوءة بالآثار الرومانية اللي كانت تسمى ببروماريا التي تعني بالفرنسية أو بالعربية المراعي أو بالفرنسية ليفيرجي وسميت كذلك تلمسان انقسمت إلى كلمتين تلمسان وهي التل والصحراء أو الأرض والماء وكذلك سميت بتلمسان بعاصمة المغرب العربي قبل أكادير تاع بالمغرب كانت تسمى بأكادير وهذا يوسف بن تشفين لما في 1145 وضع في هذا الموضع وضع خيمة تاعو كما قلوا له كارتي جنرال وبعد ذلك أصبح هذا القصر في العهد إمغاسن أبو زيان كل هذا القصر اللي مبني على طول شكل 200 متر و150 عرض وفيه حتى مسجد الذي بني في 1317 في أبو موسى على كل حال أبو حمو موسى الأول في وعنده المنارة تاعو اللي هي 25 متر فاصل 22 وهذا القصر اللي فيه حتى نشوفوا المنارة اللي هي 25 فاصل 22 سنتيمة وهذا القصر لعب دور كبير عد مرت عليه عدة مراحل وشكله عدة حضارات مثل الميريديين المرابطين والحافظيين شيخنا بزاف هذا نشوفوا البسام نشوفوا حتى العرس الأندلس الأندلس صح وحتى لأن هذه الفترة كانت الفترة للفتوحات اللي يعني كل نبدأ من القرن الثامن إلى غاية سقوط غرناطة 1492 كل هذه كانت الحضارة يعني تأثر الحضارة الأندلسية خاصة بالجانب التلمسان والمغرب العربي كل هذا كان مر عليه الأمير عبد القادر كنا نشوفه في لما في معاهدة تافنة نشوفه هنا معاهدة تافنة التي كانت في 30 ماي 1837 مع الجنرال روبرت توماس بيجو وفي أحد البوند يعني في الأختيك التسعة الأمير عبد القادر طلب أن هذا المشور يكون
ملك للدولة الجزائرية الحديثة ويكون يشرف هو عليه وشرف على هذا مدة 5 سنوات من 1837 إلى غاية 1842، يعني حتى بعد سقوط يعني في أيادي الاستعمار الفرنسي. نقول فيها دائما في هذا المنبر أو في الإذاعات والتلفزيون الحمد لله لما قادش استعمار في بلادنا وجاز المجواز وتكسر العكاز وميدهم في الواد غير حجار وصبحت الجزائر حرة مستقلة وصبح هذا المشور معلم للجزائريين وملك الجزائريين لأنه هو كان في الأراضي الجزائر ويبقى دائما ملك للجزائريين. وأثناء يعني الاحتفالات تاع تينمسان عاصمة الثقافة الجزائر في 2011 تم ترميمه في 2010 وكان حتى فيه موجود حتى ممرات يعني سرية ليعودوا في العالم تحته شغل يعني على كل حال يخرجوا إلى منطقة أخرى يخرجوا حتى إلى مطعم الأصيل المطعم التقليدي على كل حال مرة دار الملوك ودار أبي فهر ودار السرور ودار الراحة على كل حال وعنده الأسوار تاعو طولهم 5 مترات على كل حال هو في موقع استراتيجي ويطلع على الدرب كما احنا نقولوا عندنا في الشمال أو هنا في العاصمة نقولوا بالقصبة هما القصبة يسموها الدرب كما الفوارة هما يقولوا الخاصة وهذا يعود في الدولة الزيانية اللي كانت في نفس الفترة ليوسف بن تشفين تم بناء مسجد الكبير في الجزائر في 1097 وموجود كذلك مسجد الكبير بتي الإنسان. هذا القلعة اللي لعبت دور كبير جدا جدا يعني في تحسين المدينة. وفي العهد العثماني مر عليه حتى عروج الناس تنجو السكان بعد ما خلى الحكم في الجزائر خوه خير الدين في 1516 جاء إلى مدينة تلمسان دايوغ توفى في المالحة بعين تيموشنت في 1518 استنجوا به واستقر في هذا يعني في هذا القصر مدة 6 شهور إلى غاية اغتيال عروج وإلى غاية الفترة تاع الاستعمار الفرنسي اللي كانوا في حتى المدافع منهم 5 لأن شاهدتهم اللي كانوا في المشور موجودين بمتحف ليزانفاليد بباري يعني في فرنسا بباريس على كل حال. وها في أول ديسمبر 1962 بعد استرجاع السيادة الوطنية تم وضع يعني إعطاء المفاتيح إلى سيد فوديل سي الأخضر هو اللي كان ملكهم لأن الاستعمار الفرنسي هذا المسجد وكل هذه البقعة كان تستعملها ككنيسة ورجعت يعني نيجليز على كل حال. وبعد ذلك عودوا للترميم تاعو والمهمة كقلعة وقصر ودايرين عليه عوينات وهو يعني موقع جميل وجميل موجود هو مفخرة وأحد معالم تراثية لمدينة عريقة تسمى بيت لمسان التي هي مدينة عريقة بالفن الحوزي والأندلس والحوزي تاعها سمية كما احنا نقولوا ديار الفاس كل ما هو خارج سواء القصبة الحوز سكان الحوز ولهذا اللي كانوا يتقنون هذا الفن الحوزي هما الحوازة والحوازة صبحوا تسمية الحوزي وهي مدينة الفنانين يعني فمعروفة مدينة الأولياء الله الصالحين بتسيدي الحلوي كما يقولوا للستي في الهضبة كلش ويكفيها القطب التحى الرباني والغوت شعيب أول وسيدي بومدين اللي في أحد الأغنية تقول سيدي بومدين جيتك زاير وأنا كل ما نمشي إلى مدينة تينمسان أول حاجة بعد ما نحط الحقيبة تاعي إلا ونزور الولي الصالح القطب الرباني اللهم اجعلنا من العارفين والعاشقين لله والرسول عليه الصلاة والسلام واجعلنا في مسيرة هذا الصالحين إن شاء الله شيخنا دارنا تلمسة إن شاء الله يعطيك الصحة الله يسلمك القيد تاعنا يلا يا رسول الله أنا خدمت يعني مدة 3 سنوات في تينمسان ونعرف المنطقة مليحة وفيها منطقة عريقة خاصة بالزوايا تاعها والعلوم والفنون وناس يعني ناس ككل مناطق الجزائر من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ناس الهمة والشان ناس تلمسان على كل عام في القعدات تاعهم في الفن تاعهم في الصناعة تاعهم بارك الله فيك شيخنا ربي يحفظك أمين دائما استفادوا بتاعوا المعلومات دائما ينورنا الله يسلمك دائما يمدنا المعلومات اللي هي تاريخنا عراقتنا أصالتنا ولك شيخنا ولك لأن حتى لأن بس يعني كانوا حد المعلومة حتى هذا القصر لعب الدور كبير في القرن 13 يعني في العهد
أبو الحسن بن عثمان كانت فيه اتفاقية بعد سقوط يعني تلمسان في 1337. في 1339 كانت فيه اتفاقية للتوحيد على كل حال، ومهمة اتفاقية كبيرة في تلك الفترة على كل حال. شاء الله ربي يجازيك شيخنا، الله يسلمك، شكرا على وجهك. راحوا الريان دوكا من التاريخ راحوا معاصر جديد ما كاش مشكل المودرن. ريان راحوا ان شاء الله الاطلالات ان شاء الله تبعد الفنانين في الاعمال الدراميه تاع هذا رمضان. ان شاء الله تمدنا تعليقك. اوكي ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا ان شاء الله الصور. هذا الدولة 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 هو اطلالته بزاف شابه يعني اللي جي ترو كلاس يعني على حسب الدور اللي عطاوه له avec un papillon de couleur sombre et chemise blanche. مع لا بتيت توبه بلون ديما نقول الله يبارك. اطلالته كانت موفقه يعني في المسلسل تاعو ليليا بويحيوي. يعني انا ليليا بويحيوي عندي تيني كون دو لا مود اوسي اللي تي مانكا. اطلالاتها توجور موفقين يعني راهي سول لو ستيل شانيل تري كلاس يعني برنس دو غال هذاك حسن كشاش. حسن كشاش يعني جام بوكو سون ستيل يعني شغل يتخلص دور من دور حتى في اللبسه تاعو زعما كي يلبس ان بو فوايو يلبس كوستيم. دونك اطلالاته ديما في مسلسلاته موفقه وعنده ليليغونس وعنده شويه مافيوزي. صح رايان يعني ان شاء الله واحد النقطه يعني شفناه في دورين مختلفين يعني كوميديا مافيا في المافيا وكلاس اوم دافير مشاعر عنده لي زوج مختلفين زوج الله يبارك الله يبارك. نزيدو نشوفو ان شاء الله الصوره. نبيل عسلي نبيل عسلي جام بوكو سون ستيل اي سون ستيل لي اونيك يعني توجور اون لو فوا اون كلاسيك يعني انا بلوس يعجبني كي يكون كلاسيك كي يكون اون سبور يعني اطلالاته يعني كيكون هكذا كيكون سيمباتيك هو انا نحب كيكون اون كلاسيك عنده ظهور قوي يعني بلوس على لو سبور. جميل شكرا لك رايان. دوكا نروحوا نو ميديا. نو ميديا اوسي اطلالاتها ديما موفقين. الي توجور كوكيت كلاس الم لي كولور لي شوز بلو جولي. دونك كلا كلهم هاد العائله بصراحه اليوم كانوا موفقين موفقين كامل. هيا نروحوا من عالم الموضه الى عالم التمثيل. مازال سهيله بالشهر. واش رايك بلال؟ مازال سهيله بالشهر. كاميليون يعني واش تلبس يخرج عليها وتتبدل يعني كي تكون لابسه سبور زعما طفله صغيره رايتو بصح من بعد كي تبدلي لها لو ستيل تاعها تبان انيسه اندام يعني شغل ان كاميليون بور موا سهيلة بالشهب. وديجا خدمت مع سهيلة و جو سي سي كاباسيتي. رياض راك تلبس بيستون. لا رياض تهلانا بشيخنا الله شيخ من بعد مريكي. بارك الله فيكم ربي يحفظكم. الوقت ما بقناش قصرة معكم حلوة شرفتونا يعني بالحضور ديالكم. نبدا بشيخنا حمزة فغولي شرفنا بالحضور بارك الله فيك. الله يسلمك. مش هذه الاخرى انا تعاود تزورنا ان شاء الله. انا راني مسرور جدا. ربي يحفظك والله العظيم. ونشكركم على الضيافه ونقول انا هذ الفنانين نقول هذ الناس اللي راهم يحكموا فينا يتفكرونا شويه ويشوفوا الفنان وضع الفنان. كان الفنان اللي راه ما عندوش كاشي عنده يخدم بالكاشي ولا هذا المرض هذا هذو اللي نفهموا الى سوفير كيما الميزيسيان كيما الانسان ما عندوش في 11 موا 11 موا هذا هو الوسمه. وهذا عندي هذه الفرصه فاني باه نقول لبناتي راهم شويه بعاد وحده راهي في الخروب نقول لها ربي يشدهم لك ان شاء الله. وحده راهي في الهاشم ماسكارا وحده راهي في تيبازا وعندي الاولاد نسلموا عليهم ونقولوا عليهم نروحوا لزينب. نقول لكم ميرسي بوكو والله غير سعيده جدا. عندي ولادي في تيارت نسيتهم نقلعوا لهم السؤال. ولادي في تيارت ما بقاش الوقت بزاف. جزيرت ولاد تيبازا فاني بارك الله فيكم. سعيده جدا اني معكم اليوم
وصحه رمضانكم. ان شاء الله الفنان ما نشوفوش غير في رمضان، ديروا لنا اعمال طول السنه. ان شاء الله يا ربي. شرف لي كبير يعني اللي راني حاضره اليوم هنايا معكم. شرف لينا. وان شاء الله ساسخا با لا بروميير فوا ساسخا. دردار. ان شاء الله. دردارك دردارك. بارك الله فيكم، شرفتونا بالحضور. شيخ المعروسه، نختموا القعده بشكر قولي بالسلام وصلت والسلام على سيد الخلق يا سلام. صلوا عليه قد الحروف الميم والملايين مسلمين. يا بشاره يا بشير، دير ربي ونبي وتمنى في قلبك غير الخير. ريان شرفتنا بالحضور، قال لك بارك الله فيك. ونقول لكم صحة سحوركم وعلى بروشان ان شاء الله. ان شاء الله. الله يجازيك. شكرا شكرا. انا حبيت برك قبل ما نقول لهم صحة سحوركم نقول قبل ما نختموا اوكي شاب الله يبارك. باش ما تقوليش. انا دائما كنت نشوف اللي يشكروا اليوم. معليش خلينا نعلم. ما فهمتش علاش. ما فهمتش مانيش فهمت بلال. بصح اليوم 10 على 10. هاي خلاص. بوتيك لاندي جور وباب علي نقولها ميرسي على هذا الإطلالة تاعي تاع اليوم. هذا مكان. هذا مكان. روحوا سي بون. خلاص نروحوا. مشاهدينا الكرام أنا. ماما بابا صحة سحوركم، دارنا صحة سحوركم. وجدوا لي سحور راني جاية.